souligner qu'on est présent en Tunisie depuis longtemps et on a commencé avec deux sujets, notamment le syndicalisme Génération Avenir. C'est l'un des projets que nous soutenons. Donc, le succès, la présentation aujourd'hui, ça ne vient pas seulement de Génération Différente. Donc, avec le programme. الفكرة جيت بعد الإحصائية اللي عملتها الكريديب اللي أثبتت 90% من النساء. مش وحدك هي اسم الحملة كاملة والزينة هي اسم الابليكاسيون اللي هي الأسرار الكبيرة اللي هي زينة عضوة معانا في أكاديمية ساعات احنا نساء احنا بدنا نستبطنوا العنف والمالي واحنا نبرروا فيه حتى وعلى البنات وكذلك يعني العنف هذا اللي يتمارس عليهم على خاطرها وطنا حاجة اللي تسمح للمرأة اللي هي باش تعبر على نفسها مهم جدا ولا التحسيس بالذنب اللي يخلي المرأة تسكت وما تنجمش تتكلم هذا شيء اللي الشوائب اللي طالب المجتمع بتاعنا دونك ميرسي بوكو طايرة متواجدة توا في السوسيتي بتاعنا وأي عبد ينجم يتعرض لها بحاجة احنا وطاقة يساك موجودين في كامل قرار الجمهورية على أكثر من اللي أكثر من 80% من نساء في الفضاء العام يتعرضوا للعنف للتحرش وخاصة للتحرش الجنسي في الفضاء يعني في وسائل النقل العمومي اللي هو يمس الشرائح المجتمعية الكل. الفكرة إنه الشاب كما قلنا يعني يطالب إنه يوري وش الحق والأهداف بتاع البروجي بتاعنا. التحرش الجنسي للحد من الظاهرة هذه للعاون والضحايا متاع الظاهرة هذه سلطونا قاول التحرش الجنسي عنده برسنتاج كبيرة في وسائل النقل اليوم واللي برش عباد اللي متضرر من التحرش الجنسي ما يمشيوش يقدموا شكايات ولا ما يمشيوش يحكيوا اللي رانا مضرين ورانا كذا ورانا كذا بيقول هنا احنا اوني لا باش نعاونوا العباد هذوما باش نوصلوا كلمة متاعهم وباش نوصلوا اللي راهي التحرش الجنسي راهي جريمة على تقنية الاتصال على الحقوق الإنسانية اللي الشهود يتكلموا اللي العباد تخرج بالصمت نتاعها وتتكلم عليه مع مجموعة من الشباب والشباب فرحانة برشا ناسيونال دي زيتيديون اون سونس ايكونومي